السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata pengarang الشيخ صالح الراوي الجاوي رحمه الله تعالى، باب ما يوجب الغسل. Ini suatu bab pada menyatakan segala yang mewajibkan mandi. Jadi kita masuk pada fasal yang seterusnya selepas membahaskan berkaitan dengan wuduk. Maka masuk pula bab mandi. Mandi sini mandi wajib lah. Jadi dia pun menyuraikan beberapa yang mewajibkan seseorang itu mandi. Saya bukan. Itu bukan fi'lul fa'il. Itu bukan perbuatan manusia. Itu panggil infial. Ataupun dia panggil terbasah dengan sendiri. Dengan sebab hujan. Nah, itu tak boleh. Jadi mesti ada perbuatan daripada manusia. Maka kalau kita tengok contohnya dia mati. Malaikat mandikan dia. Manusia sendiri yang kena mandikan.